بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن شيخ بكر بن سالم باعلوي إلى كل من يعقل ويعي من أهل التعلق بالطريق القويم والصراط المستقيم، عجبا وغرابة أن نسمع مدعيا أو مدعية من وقت لآخر يظهر أحدهم في هذا البلد والآخر في تلك البلد يدعون صلاتهم بأهل البرازخ مثال سيدنا الشيخ بكر بن سالم أو أحد من السلف الأكارم أو الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، ويقولون رأيناه ورأيناه ورأيناه ويقولوا كذا وفعلوا كذا على أسلوب ومسلك بعيد عن مسلك الصالحين والأخيار الأتقياء وعن مسلك آل أبي علوي الكرام، وهم خيار الأمة من عظمت لهم منه المرائي والمشاهدات في المنام واليقظة، فهم أحرص الناس على كتم أسرار الله، ولا يتحدث أحد منهم بشيء إلا من أذن له، وعلامة ذلك الإذن استقامته وانتباهه من الآداب والسنن وتواضعه وإخلاصه لله واحترامه للوالدين والأرحام ولكبار ولأهل العلم والتقوى خاصة وللمؤمنين عامة، ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن المسلك من أصله وتعرض للمهالك، فالحذر ثم الحذر أن يصدق من ادعى ذلك ومن أخذ يتطاول ويتبجح أني رأيت ورأيته أني خليفة فلان وأني صاحب الباب لفلان ابن فلان، فكل تلك دعاوي تدل دلالة واضحة على إفلاس أصحابها وعدم ارتباطهم بالمسار ومسلك الأخيار، فيجب أن يقتدى بالقوم الكرام من قبل كل من أحبهم وولاهم في الله، وهذه كتبهم وهذه مناقبهم وهذه آثارهم وهذه طريقتهم، وفي الزمن ورثتهم وحاملوا أسرارهم، فلا يعدل عن ذلك بدعوى أي مدعي ممن يفتعل المرائي ويجعل ذكره للمرائي سببا لنيل أغراضه أو اتساع اغترار المغفلين والقاصرين به، ومن فيه طيبة من دون إدراك واجب المسلك، فربما اغتر به وهو يفرح باستتباع الخلق واغترارهم أو بمنزلة لديهم أو بثناء عليه أو نيل حظ عاجل، وكل ذلك من الشر والضر والخروج عن مسلك الأكابر. فإلى أحبابنا أجمعين نرفع هذا البيان ليكونوا على هدى وعلى مسلك حسن في أمرهم وعلى بينة في كل ما يعرض لهم، وليتقوا الله تبارك وتعالى، وليعلموا أن الخير كل الخير في اتباع المصطفى محمد والاهتداء بهدي السلف الصالح وفي الأدب الكامل مع الله، وأن من فتح الله له بصيرة ونور له قلبا فإنه يزداد بذلك انكسارا وتواضعا ورعاية لحدود الشريعة المطهرة ولحقوقها ولأحكامها، وعملا بالسنة وتعظيما لصاحبها صلى الله عليه وسلم، وكل دعوى علم أو دعوى كشف أو دعوى رؤيا يخرج عن هذا المسلك وعن هذا السبيل فهو من جملة الظلمة والزور وتلبيس إبليس. كفانا الله كل شر ورزقنا اتباع خير البشر، وما الرؤيا التي تسر ولا تغر وهي جزء من 46 جزء من النبوة إلا مبشرات تحمل على زيادة الأدب وقصد وجه الرب والتواضع وحماية شان الشرع الشريف وصيانته والقيام بحقه. وفقنا الله وإياكم وألهمنا رشدنا ودفع الآفات عنا، والحمد لله رب العالمين.